بقوة السلاح لجأت ميليشيا الحوثي الانقلابية إلى إنهاء إضراب المعلمين وموظفي المدرسة في كبرى مدارس البنات بالعاصمة اليمنية صنعاء. معلمو التعليم الأساسي والثانوي في صنعاء وبقية المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية كانوا قرروا الدخول في إضراب مفتوح مع بدء العام الدراسي الجديد بسبب عدم صرف مرتباتهم منذ عام كامل، الأمر الذي تسبب في تدهور أوضاعهم المعيشية إلى أقصى درجة. وقف صرف المرتبات اعتبرها أمين عام نقابة المعلمين اليمنيين جزءاً من مخطط ينفذه الانقلابيون لضرب العملية التعليمية وتجهيل الجيل الناشئ. لديهم إيرادات كبيرة جداً بالمليارات، حيث تقع يعني غالبا مناطق الإيرادات في مثل ميناء الحديدة، وكذلك هنا خارج مثلا محافظة تعز في مناطق الحوان وغيرها التي يوجد فيها أكثر من 20 مصنع، وهذه يدر عليهم مبالغ كبيرة جدا فيما لو أرادوا أن يعني يصرفوا مرتبات المعلمين، لكنها كما قلت ضمن خطة لضرب العملية التعليمية. حكومة الانقلابيين غير المعترف بها برئاسة عبد العزيز بن حبتور حاولت وخلال اجتماع استثنائي عقدته مع ممثلين عن نقابة المعلمين ثنيهم عن الإضراب مقابل وعود بتشكيل صندوق لتمويل مرتباتهم يعتمد على إضافة مبالغ مالية على قيمة مشتقات الوقود وسلع أخرى، إلا أن هذه الوعود فشلت في إقناع المعلمين بإنهاء إضرابهم. عليا عز الدين، العربية.